اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري. المطبخ المصري بيتميز بالبساطه والسهوله والمرونه وكمان الطعم المميز اللي هي الخلطه بتاعه التوابل. حبك للمطبخ، الجو اللي احنا عارفينه ده كده لما تخش ست البيت تعمل مثلا طاجن السجق البلدي بالبطاطس مدرسه. ازاي اخلي البطاطس تاخد طعم السجق والسجق يتعرف على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس؟ بالتاكيد محتاج لخبره طهويه. هناكل البطاطس ونسيب السجق للضيوف. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. معايا النهارده عجينه الجلاش، وهنعمل النهارده رقائق الجلاش باللحم المفروم المخلوط بالفلفل بالالوان بسله جزر زي ما انت حابه. ممكن تعمليه بالفراخ، تعمليه بالجمبري، حاجه كده افتكاسه وفيها خبره طهويه. البنوته الحلوه والاولاد في البيت دلوقتي وفي اجازه مدارس يخشوا المطبخ يساعدوا مامتهم، دي فرصه انك انت تجيبي عجينه الجلاش وتعمليها بافكار جديده، سواء تعمليها في رقائق او تعمليها محشيه رولز زي ما احنا حابين. المانجه بتاعتنا المصريه قبل ما تودعنا، ودلوقتي هي في عز طبعا طعمها وشقاوتها والعسل بتاعها، فانا هعمل النهارده عصير او سموزي المانجا بالزبادي. الزبادي بيساعد على الهضم، مفيد جدا، بيريح المعده، بيريح القولون. وجوده مع المانجا بقى وقليل من السكر والنعناع بالتاكيد بياخدنا لمدرسه تانيه وطعم تاني خالص. انا مش عايز اطول على حضراتكم. الطبق التاني بيقول ايه؟ بيقول انا رقائق الجلاش من اي سوبر ماركت على الناصيه. معانا من الكريمه اللباني 1 كوب، من الزبادي 1 كوب، معانا لحم مفروم متعصج على النار مع تشكيله من الفلفل الالوان اللي الاولاد بيحبوه تقريبا 0.5 كيلو، وشويه بقدونس حلوين وسنه شبت صغيره والبصلايه الناعمه والتومه الناعمه لتحمير اللحم المفروم. هي دي المقادير ببساطه شديده خالص، والمقادير على الشاشه. نقولها تاني لحضراتكم، استاذه رحاب، المقادير اهي: لحمه مفرومه، رقائق الجلاش، حلو، اللحم المفروم انا عصقته على النار، بصله تومه فلفل الوان، والمقادير على الشاشه. تاني: لحم مفروم نسبه الدسامه فيه تقريبا يعني من 20 ل 30% بالشكل ده كده. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بعصجها مع بصله وتومه وتبقى لها جوسي كده ولها طعم. استعين بشويه شوربه بشويه ميه وتبقى معايا بالطعم ده كده. هي دي اللحمه بتاعتنا الجميله. البعض يقول لك يا شيف مغازة انا مش عايز لحمه مفرومه، ممكن نعملها بالفراخ. مش هتقول لا، نعملها بالجمبري، نعملها بالخضار، نعملها بالسمك الفيليه، هي الفكره واحده. هناخد عجينه الجلاش بتاعتنا الجميله الحلوه اهي. طبعا احنا دايما لما بننزل نعمل شوبنج ونشتري المشتريات بتاعتنا، بتجيبي مكرونه، بتجيبي عجينه جلاش، بتجيبي عجينه ملفي تحطها في الثلاجه. انصحك اي معجنات، اي حاجات كده ممكن تكون سهله التكسير، حطها في جنب في الفريزر، عشان لما تقلبي في الفريزر تطلعي مانجا، تطلعي تلج، تطلعي ايس كريم، تطلعي الحاجات دي كلها، العجينه دي ما تتكسرش، لان هي لما بتتجمد بتبقى زي الازاز، والازازه المتسكرت بالذات يعني هتتكسر معاك، تيجي تفتح العلبه او الكفر بتاعها تلاقيها متكسره مش هتعرفي تستخدميها، فشيلها في مكان على جنب في حال تجميدها. هي معانا زي الفل كده اهي، دي كانت مجمده وفكت اهي. هنعملها بالشكل كده رولز، نقسمهم على 2، نجيب بلانشة لطيفة وزي الفل، وتعالوا نشوف ازاي هنقطع الجلاش مع بعض. اهو الجلاش دايما فيه علاقة قرابة وحب بين اللحمة والفراخ، سواء نعمله محشي سواء نعمله رقائق بالشكل ده كده. الفهم كده رولز، حلو قوي، بسكينة حامية. نخش على موضوع الجلاش. قطعنا الجلاش بالشكل ده كده اهو، هنقطع تاني نص عجينه الجلاش اللي باقيه معانا واحنا مع بعض كده. اللهم صل على النبي. ادي شويه الجلاش. على فكره كلمك الصراحه، يعني لو ما لقيتيش عجينه الجلاش دي تجيب العيش الشامي السوري هتبقى حلوه، تعمليها بنفس الطريقه، جربيها كده. لو ما لقيتيش يعني وجاء على بالك تعمليها وما لقيتيش في السوبر ماركت او المنطقه اللي انت فيها نفس العجينه، اهو هناخد كده او الرقاق الطري. الله عليك يا استاذه ريحان، شيفه شاطره. هنقطعه بالشكل ده كده اهو، اهو اهو، شايفه القطعه دي كده اهو اهو،
السكينة تنزل كده تتناغم اهو مزيكا اهي القطعية واحدة اهو اوعى اصبع ايدك ولازم تحكم السكينة بنفس اللي ما انا ماسك كده تحط اصبعك على السكينة كده غلط مع الوقت 2 3 4 هتبقى قاعدة في قاعدة وقعدت ايدك على اصبعك كده مدارياه من الايه من مشاكل السكينة اللي فيه خلي بالك اللي بقوله ده ظاهر قدامنا اهو حلو قوي هناخد كده اهو زي الفل اهو نحطها كده بس خلاص حلو هنعمل ايه يا عم الشيف زي ما هي كده ونكمل مع بعض الكسرولة بتاعتنا زي الفل بنعمل خليط مع بعض كده الخليط ده عبارة عن ايه نبص على اللحمة اللي هي الحشوة اهي جوس يعني فيها شوية طعم كده فيها سائل ما تبقاش ناشفة شوية المية دول مهمين حلو قوي هعمل ايه بقى حط ده هنا ايه ده شيف هو ده حط البيت هنا حلو ثلاثة كفاية بنقلبهم مع بعض البيض زفر بيبقى فيه زفارة البيض عموما يعني عشان كده بنحط فانيليا لما بنعمله حلويات ولما نعمله في حادق بنحط فلفل اسود ما تحطش الفلفل الابيض انا مش بحبه في الاكل مع البيض بالذات مش بيسيطر على الزفاره بتاعه البيض فلفل الابيض ده في شوربه سي فود مثلا في حاجه بنعملها بالكريمه وايت صوص اهو فلفل الاسود بيشيل الزفاره من البيض زي الفانيليا لما بتشيل الزفاره من البيض بنحط شويه زعتر قلبناهم مع البيض معانا زبادي بنقلبه مع البيض معانا كوب من الحليب بنقلبه مع البيض حلو قوي معانا معلقه سمنه حلوه بنقلبها مع البيض اللحمه لها صوت حلو قوي سامعين الصوت ده كده اهو جاي لك يا لحم معلقه السمنه حلو قوي عندي كمان فص ثوم ني كده زي الفل سنه شبت صغيره شويه بقدونس محترمين مفرومين ناعم كل دول مع بعض اهو الخليط ده خليه على جنب اهو بس خلاص اشيل كل ده من هنا واوسع لنفسي شويه واجيب المغرفه الحلوه دي كده حاجه سهله كده تخش المطبخ بنوتك في الاجازه الاولاد يعني يساعدوك ويشتغلوا معاك في الحلو ده او في الاكله دي اه على فكره بالمناسبه انا قلتها كلمه ممكن يتعمل حلو على فكره نفس الطريقه مع تفاح تجيب التفاح الاخضر يتقشر تقطعيه كرهات وتبقى فطير رقائق الجلاش بالتفاح ممكن تعملها بالفراوله الفواكه اللي فيها الياف ماسكه مانجا لا مش تبقى لطيفه قوي المانجا مع الكنافه ما اقولكيش حاجه قنبله انما مع فراوله مع تفاح تبقى حلوه قوي على فكره هناخد الخليط ده كده زي ما هو اهو لغايه كده احنا ايه زي الفل يا شيف وناخد الخليط الحلو ده اللي معانا اهو شيء شيء الله السمنه مع الزبادي مع الحليب مع شويه الزعتر مع البيض مع الفلفل سامعين صوت اللحمه حلو قوي ناخد اللحمه اللي هي مستويه دي زي الفل كده الله مش حبه لحمه ممكن تعمليها بفراخ مفرومه مش عايزه فراخ ممكن تعمليها بجمبري ممكن تعمليها بسيفود زي ما انت حابه اهو هي الفكره والحشوه حسب رغبه ولادك اللي هو التوبنج بتاع الجلاش اهو ارسم يا شيف هو ده لسه ما خلصتش درجه حراره الفرن كام مأمنين عليها 180 نبص عليه كده عشان قلبي يطمئن حلو قوي تمام زي الفل ناخد بقيه العجينه اه ونوزعها بالتساوي هتقول لي يا شيف مغازي ايه الجديد يعني افتكاسه ما انت ممكن تحط رقائق الجلاش يا عم هو المطبخ ايه افتكاسه تغيير ما ممكن كوبايه الشاي الباكت الشاي والميه المغليه مره عود قرنفل صغير مره حبه حبهان حلوه
عشقود نعناع بلدي حلو لسه شاربه دلوقتي، تغيير هو شاي وباكت شاي، ولكن عشان الاولاد وجوزك ما يملش واولادك ضيوفك حماتك بتزورك ماما تعملي لها حاجه جديده. والله بفتح التلفزيون لقيت الشيف المغازي الساعه 1 بيجي على القناه الاولى، عمل الصينيه دي جميله يا ماما، خدتش منه وقت، والعجينه اتاكدت ان هي شربت من الخلطه. اعمل ايه؟ اهو اخد الخلطه دي كده. الشكشوكه تعملها بالخضار، تعملها باللحمه المفرومه، ولكن اساسي البيض لو في الثلاجه نطلعه من قبل خلطه ب 10 دقائق. ندخلها الفرن؟ حاضر، اهي زي الفل. درجه حراره الفرن كام؟ 180، ومأمنين على الفرن. يعني ايه مأمنين؟ اوعى تحطها في فرن بارد، الجلاش ده هيعجن منك ويبقى شكلنا وحش، واللي بيقول الشيف المغازي غلط. هناخد الصينيه زي ما هي كده، وجود الزبده مع البيض مع كل ده زي الفل. في بقى تركايه هنا هقول عليها دلوقتي. المفروض احط جبنه هنا، جبنه شيدر، جبنه موزاريلا، جبنه رومي مبشوره حسب الرغبه، مش هحطها دلوقتي، هحطها بعد الفاصل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. شايفين الجلاش في الفرن؟ بيتكلم مصري، المطبخ النهارده مصري، بيبقى فيه شويه تحابيش، شويه حاجات كده وتفاصيل جوه الاكله ما يفهمهاش غير اللي بيحب المطبخ، خلي بالكم. اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ لسه بقى، الاختيار ليك، انت ما بين ثلاثه. جبنه موزاريلا مش هتقول لا. جبنه رومي مبشوره مش هتقول لا. جبنه شيدر مبشوره مش هتقول لا. دول اعتقد ان هم في متناول الجميع. بس تحط ايا كان منهم، ما تنسيش انك انت بقى تعملي ايه؟ حاجه حلوه قوي. اهو زي ما انا شغال كده اهو. لا اقل من دقيقه الله يرضى، بس الجبنه تسيح شويه على ما اصب العصير، سامحوني معلش. اهو قلب الصغير لا يتحمل، اخدها زي ما هي كده اهو، واحطها على الشبكه فوق عشان الجبنه تسيح شويه. اهو حلو قوي. ونصب المانجا، اللهم صل على النبي. جبنه اه، بس بصراحه انا احبها مع الجبنه الرومي مش مع الموزاريلا. انت الاختيار ليكي بقى. هي انا هنا موزاريلا، بس لو جبنه رومي مبشوره بتاعتنا اللي يقول لك جبنه مبطرخه دي جميله جدا. بس في الحاله دي يا ست الكل تقللي الملح بقى، استخدمت الجبنه الرومي بدل الموزاريلا، ارفعي ايدك عن الملح شويه. مطبخنا النهارده من قلب المطبخ المصري، ولكن بفكر طهوي مغازي، مغازيه يعني. عملنا طاجن البطاطس بالسجق، وشفنا السجق ازاي نحافظ على شكله وشخصيته مع البطاطس الكربوهيدرات والنشويات. عملنا صينيه جامده جدا فيها خبره طهويه. عملنا عصير المانجا بالزبادي، بيتكلم مصري من قلب الشفشه. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو.